أول مرة في محلة حمام المنقوشة في الموصل القديمة أقمنا تشجيع أو مساحة مشجعين في المنطقة القديمة لتشجيع المنتخب الوطني في بطولة خليجي 25 وأيضا لمساندة البصرة. احنا مو بس انه عملنا بالمنطقة القديمة، كذلك احنا رحنا على البصرة كممثلين عن الموصل ولنمثل هذه المدينة وندعم البصرة. البصرة حبيبتنا والبصرة اخت الموصل وتستحق من عندنا هذا التشجيع وكذلك منتخبنا الوطني. هذه البطولة هي ابتعدت عن يعني هدفها الرياضي واصبح هدفها اجتماعي اقتصادي، حتى على مدينة الموصل لها اثر طيب. حتى الزوار الخليجيين اليوم مثل ما لاحظت حضرتك وشفت انه كانوا موجودين في الموصل ويزورون على اثر زيارتهم الى خليجي 25 في البصرة. نتمنى من السلطات المحلية ونتمنى من الحكومة المحلية والحكومة المركزية تشجيع الزوار وتشجيع وفود قدوم السائحين، وهذا الأمر أكيد يتطلب من عندنا بنية تحتية، يتطلب من عندنا إن شاء الله المطار اللي راح يفتتح قريبا أكيد راح يساهم بهذا الموضوع. والموصل اليوم مؤهلة لاستقبال هكذا فعاليات رياضية على مستوى العراق والوطن العربي. طبعا اليوم مؤسسة بيتنا نظمت تشجيع للمنتخب العراقي والحمد لله توج بلقب كأس الخليجي 25 بعد فوزي على منتخب عمان بالأشواط الإضافية. طبعا أجواء حماسية كانت والكل اليوم شاركونا هاي الفرحة وشجع العراق، كبار وصغار ونسوان وجيل طلعوا من بيوتهم ووقفوا هوني معانا وشجعوا العراق لأن هم يحتاجون هاي الفرحة بعد السنين الحزن اللي مرت علينا. ألف 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 تحية للشعب العراقي وللفريقنا البطل. طبعا هذه تنمي عن داخل الإنسان العراقي اللي صار له كذا سنة مكبوت، وهذه فرحة طبعا عظيمة. طبعا في بداية الأمر نشكر 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 الفريق العراقي واللي سعى اللي وصلوا لهذه الدرجة، وهذه موجة عبطا لأن هذا كبد صاير عندنا كبد، والكبد دائما يولد إلى شغلات أفرح وأحسن وأحسن وأحسن. فازوا الحمد لله وخذنا الكاس وفرحانين اليوم جدا حيل مو شوية. فرحة مال منتخب العراقي اليوم فرحة يعني عيد عندنا اليوم عندنا عيد فرحة كأس الخليج يعني اليوم عندنا عيد احنا. والله الحمد لله فزنا، المنتخب كان جيد جدا يعني رائع، فوحونا يعني ما السياسيين ما فوحونا الفوحة. ألف مبروك للعراق. نحن باب جديد هسه حاليا وهاي الأمة كلها على الصور قدامك ما شاء الله. الحمد لله فوحونا المنتخب العراقي، يعني السياسيين ما فوحونا مثل ما فوحونا المنتخب. منتخبنا وفرح الشعب العراقي ومنتخبنا فاز وعلى جهوده.